حسابي، العالم كله خس حسابي، خس كله حسابي من الذكرى الغالية. يوم عيد وطني، عيد ليس كالأعياد، عيد للتحوم في ناس المقاومة على قبل الزراد وعلى قبل الكرامة وعلى قبل الصوت. اليوم كنشوفوا الدولة كتلهي في الشعب وكتكلف في الشعب، بعد التعليم بعد الصحة بعد كل شيء. أصلوا الشعب كيف شاد، أصلوا الشعب كيف شي في الفراشادات. اليوم كنا الذكرى 48 عندنا واحد التاريخ ما قروش لينا، ما قرونا التاريخ الحقيقي ديالنا. التاريخ اليوم إسبانيا عندها نكبة، عندها نكبة. واش كتعرفوا معركة ألوان؟ واش كتعرفوا معركة ألوان؟ هاد معركة ألوان ما غيبينوش لكم في التلفازة، القنوات ديالهم الفاسدة، عيب وعار. هاد السيد ما كان عنده لا قصورة، ما كان عنده حتى شي حاجة، كان عنده حب الوطن والمقاومة. ألف جندي، ألف جندي في معركة ألوان انتصرت على أغلب قوى إمبريالية وهي القوى الاستعمارية الإسبان. 26,000 جندي إسبان انهزمت أمام هذا العظيم، التاريخ العظيم ديال هذا السيد. عيب علينا حنا كشعب نخسر حسابنا بهذا العيد. الشعب المغاربة، المغاربة لا تبعد، المغاربة يجي لك بها يخت 90 مليون دولار، شي ما لقيت 40 ريال. المغاربة لا تبعد، المغاربة الكرامة والشرف تباع. راه عيب وعار. علاش هاد السيد كلكم كتعرفوا استفزاز عنده 20 سنة؟ واش هو وزير هم ثروات هربتو في بنما؟ واش هو سرق له الشعب؟ ايه جا خلص الانتظار في السيطار وشافيعه؟ عندنا 20 سنة مجموعة من الأحرار اللي كيجيو وسط الثوار، هادو شباب اللي خرجوا راه في الحكرة والتلميذ. المغاربة بركة بلاد الحكرة فيها. الغربة حنا اليوم كنعيشو واحد الشهر، واش واحد راكب علي في 90 مليار، واحد ما راكبش في الحكومات في السيطار؟ لا هذا حقيقة الشعب، عيش كفاح، الناس كفاح.